بدأت اليوم اجتماعات اللجنة الاقتصادية التحضيرية لأعمال الدورة السادسة بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الكويت التي مثلها مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية طلال النمش. للمزيد ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة أحمد عبد الرازق ليطلعنا على أبرز ما جاء في هذا الاجتماع إن كان الاجتماع قد انتهى. أحمد، ما هي تفاصيل الدورة السادسة بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة؟ تحياتي لك أحمد. بالفعل يعني انتهى اجتماع اليوم أو جلسة اليوم، ولكن هناك جلسة أخرى غدا في الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. هو اجتماع اللجنة الاقتصادية للدورة 106 كما ذكرت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة دولة الكويت. وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة السفير كمال حسن علي في تصريح له على هامش الاجتماع أن اللجنة الاقتصادية تجتمع على مدى يومين هما الاثنين والثلاثاء لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن 7 بنود. ومن المقرر أن يعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين يوم الأربعاء المقبل لمراجعة مشروع جدول الأعمال وأيضا مراجعة مشروعات التوصيات التي رفعتها اللجنتان الاقتصادية والاجتماعية تمهيدا لرفعها إلى المجلس على المستوى الوزاري الذي سوف ينعقد أو المقرر له أن ينعقد يوم الخميس المقبل برئاسة دولة الكويت. إذن سوف نتابع أحمد على مدار اليومين الثلاثة أيام القادمة غدا والأربعاء والخميس تداعيات هذا الاجتماع الذي سوف يستمر غدا وسوف تعرض على اللجنة الوزارية يوم الخميس المقبل بإذن الله. شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرازق مراسلنا على الهواء مباشرة من أمام مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مسلطا الضوء على ختام اجتماعات هذا اليوم لاجتماعات الدورة السادسة بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية.